السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم إن شاء الله غنتكلم على طريقة كرامر، وهي طريقة تستعمل لحل نظمة معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا عندنا واحد المعادلتين، المعادلة الأولى AX زائد BY تساوي C، والمعادلة الثانية تكتب على شكل A'X زائد B'Y تساوي C'. إذا كيفاش نحلوا هذه المعادلة؟ هذه باستعمال طريقة كرامر. إذا غنشوفوا الصيغة العامة ومن بعد غنشوفوا التمرين التطبيقي. اذا بالنسبه لكرامر شنو تيقول لنا؟ بالنسبه لنا حنا كناخذوا هذه المعادلتين وكان عندنا ثلاثه ديال كولون. اذا المعامل اكس وديال اكس بريم هذا كنسميوه الكولون واحد، المعامل ديال ايغريك في المعادلتين يعني بي وبي بريم كنسميوه الكولون الثاني، وعندنا الكولون الثالث. اذا بالنسبه لكرامر شنو سنديرو؟ كنوضعوا واحد دي أو دلتا وكنوضع فيها الكولون الأول والثاني. إذن A و A بريم و B و B بريم، هذه كتسمى لو ديتيرمينو المحددة. إذا شنو كتساوي هاد ديتيرمينو؟ كنديرو A مضروبة في B بريم، A B بريم ناقص A بريم مضروبة في B ناقص A بريم B. هاد الديتيرمينو خصو يكون كيخالف صفر، لأنه إلا كان كيساوي صفر فنظمة المعادلتين إما ليس لها حل أو تقبل ما لا نهاية من الحلول. غنشوفها من بعد. لقينا دي، دابا غادي نحسبو دي إكس. دي إكس شنو تنديرو؟ كنحيدو الكولون ديال إكس، مكنكتبوش الكولون الأول مكنكتبوش، وكنعوضو بالكولون الثالث اللي مستعملتوش دي. إذا هو سي و سي بريم. الكولون الثاني كنخليه كما هو اللي استعملنا في دي. اذا هذه محدده كذلك ديال دي اكس، كنحسبها بنفس الطريقه، يعني كنضرب سي مضروبه في بي بريم وكنقصوها من سي بريم مضروبه في بي، وكذلك كنحسبوا دي اكريك. دي إيكغريك كنخلي الكولون ديال إكس متكنتكلمش معاها أ بريم، وكنعوض الكولون ديال إيكغريك. باش كنعوضو؟ بالكولون الثالث. إذا بنفس الطريقة كنضرب أ في سي بريم ناقص أ بريم في سي. إذا شنو هو الحل ديال النظمة؟ الحل ديال النظمة كيكون عبارة عن الزوج، يعني في هاد الحالة كيكون إكس كتساوي لنا دي إكس على الدي، ويغريك كتساوي لنا دي إيكغريك على الدي. وحل النظمة كيكون هو الزوج إكس إيكغريك. إذا غنشوفو مثال تطبيقي، إذا أول حاجة في النظمة كنحدو دي، ديتيرمينو دي. إذا قلنا غتساوي الكولون يعني المعاملات ديال إكس اللي كاينه في المعادله الاولى والثانيه، دونك هنا عندنا 3 وهنا عندنا 1، اذا 3 1. والمعامل ديال ايغريك اللي كاين في المعادله الاولى يعني ناقص 2 وزائد 2 اللي هي 2. اذا غنحسبوا الدي، اذا 3 مضروبه في 2 ناقص 1 مضروبه في ناقص 2، اذا 6 زائد 2 تساوي 8. من بعد كنحسبو دي اكس، قلنا تنعوضو كنحيدو الكولون الاول اللي هو 3 1 وكنعوضوه بالكولون الثالث اللي هو ناقص 5 3. الكولون الثاني ما كيتغيرش ناقص 2 2. بنفس الطريقه كنضربو ناقص 5 في 2 غتعطينا هي ناقص 10 ناقص 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 مع ناقص مع ناقص هي زائد 6. اذا ناقص 10 زائد 6 كتعطينا ناقص 4. دابا دي إيكغريك الكولون الاول ما غاديش يتغير، ولكن الكولون دي إيكغريك غيتغير بالكولون الثالث اللي هو ناقص 5 3. اذا 3 في 3 9، سعود ناقص 1 في ناقص 5 أي 1 في 5 أي 5 تساوي
14. إذن x تساوي دي x على دي تساوي ناقص 4 على 8 بعد اختزال كيبقى لنا ناقص 1 على 2. y تساوي dy على d تساوي 14 على 8 كنخصص له بالعدد 2 كيبقى لنا 7 على 4. اذا لقينا x ولقينا y اذا النظمه تقبل الزوج xy اللي هو في هذه الحاله ناقص 1 على 2 7 على 4 تحل واحد.